إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفيديو ده جه حضراتكم من أحد المتابعين الأفاضل من مصر، اسمه البشمهندس مهند، وكان بيسأل النجيلة دي زرعها بقالي 5 أيام وهي جاية بالشكل ده، يعني كده بعد 5 أيام وهي صفرة وفيها شوية مشاكل، أعمل فيها إيه؟ فأنا قلت له أول أسبوع نهتم بالمية لان كده فيها مشكله من ناحيه الدوده وكده، فاول اسبوع نهتم بالميه، وبعدين بدايه من الاسبوع الثاني نبتدي نرش مويد. انا هوري بس حضراتكم صور كمان لشكل النجيله وبعدين اقول لكم عملنا ايه. شوفوا حضراتكم، وهو البشمهندس مهند بيقول ان هي جايه كده، يعني جايه فيها مشكله. عايز اقول لحضراتكم بتوع المشاتل او الناس اللي بتبيع النجيله معظمهم ناس افاضل، ولكن ساعات بعضهم يعني يعني ما بيكونش بيبيع زي ما بيصور لنا الحاجه او زي ما بيعرفنا ان الحاجه كويسه، فناخد بالنا من الحكايه دي. ساعات بعضهم بيبيع وخلاص. فتخيلوا حضراتكم النجيله دي لسه جايه، فنعمل ايه بقى؟ اول ما نتصل ببتاع المشتل او اللي هيجيب لي النجيله نتفق معاه، نقول له خد بالك لو النجيله ما جاتش زي ما اتفقنا هترجع. انا بعمل كده في شغلي، بتفق جات زي ما اتفقنا بتنزل النجيله من العربيه، ما جاتش ما بستلمش النجيله لانها طبعا مش هتنفع. المهم اتكلمت مع البشمهندس مهند وقلت له اول اسبوع ند ميه وتاني اسبوع نبتدي بالمبيد، فعطى المبيد حضراتكم، وده شكل النجيله بعد اسبوعين، يعني بعد اسبوع من المبيد. وبعدين قلت له بداية من الاسبوع الثالث ندي يوريا، فالراجل مشكور عطى اليوريا وشكل النجيلة اتغير. فاستأذنت منه وقلت له احنا هنعمل فيديو على الموضوع ده، فالراجل مشكور يعني يا ربنا يبارك له، قال لي ماشي وبعت لي الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. ده حضراتكم بتاريخ 7/8 يوم ما بعت لي، وبعدين عطى بعديها باسبوع المبيد، وبعديها بكمان اسبوع عطى اليوريا، وهنشوف شكلها بعد 3 أسابيع. شوف حضراتكم كان شكلها عامل ازاي، شوفوا يعني فيها اصابة بالدودة وجاية متبهدلة كمان، يعني مش بس دودة، لا هي النجيلة جاية متبهدلة. فناخد بالنا لو عندي نجيله جايه لي كده ما نستلمهاش، انت هتدفع فلوس. هنشوف بقى حضراتكم ده بتاريخ 24، يعني بعد 17 يوم، يعني حضراتكم بعد 17 يوم من المتابعه بالميه وبعدين المبيد وبعدين اليوريا، وده الشكل اللي هي فيه دلوقتي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. نقول للبشمهندس مهند جزاكم الله خيرا على ان اعطانا الفرصه ان احنا نعرض الفيديو ده. عايز اقول بس كام حاجه كده نخلي بالنا من النجيله لما اشتريها، ما خليش حد يضحك عليا، هتدفع فلوس. تاني حاجه اول اسبوع نهتم بالميه، حتى لو في دوده نهتم بالميه كويس. يعني ايه نهتم بالميه؟ يعني مره صباحا ومره مساء، خاصه حضراتكم ان احنا في الصيف، فنهتم بالميه في الاسبوع الاول. بعد الاسبوع الاول لو لقيت فيه دودة ندي المبيد، وبعد كده نفوت اسبوع وندي اليوريا. وبالنسبة حضراتكم لقص النجيلة، ممكن بعد 10 أيام نبتدي نشيل بلاطة من البلاطات اللي انا زرعها جديد، لو طلعت معايا نصبر شوية، لو ما طلعتش ممكن نقص بعد 10 أيام، بعد اسبوعين نبتدي نقص في النجيلة، والكلام بالتفصيل في الفيديو السابق. وفي النهاية نتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، وإن شاء الله تستنوا لفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.